والسؤال هو بتسأل بتقول هل زيارة المقابر للنساء حرام، وهل الميت بيحس باللي بيزوره أو بيسمعه وبيحس باللي بيحصل لأهله في الدنيا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما في الصالحين وأن يجعلها من أهل الجنة وأهل المغفرة والرحمة، اللهم آمين. أما بخصوص السؤال فإن زيارة القبور يعني للنساء مختلف فيها بين من أجاز على أصل الأمر الشرعي بالزيارة وبين من منع لمخافة الفتنة ولعموم نصوص يعني منعت. من يمنع يستشهد بقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والنهي عن زيارة القبور للنساء، ومن يستدل ويجيز يستدل بقوله أيضا صلى الله عليه وسلم بأنه ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فاعتبروا الأمر هنا أمرا عاما ويعتبر في العموم، وما يسري على الرجل يسري على المرأة ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية، لا بكاء لا صراخ لا لطم لا عويل لا دعوة بدعوة الجاهلية، لأن الحديث يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فإذا زارت ملتزمة بالضابط الشرعي ولم يكن في الزيارة ضرر على المرأة بغير فتنة ولا إثارة، بعض المقابر بيكون أشبه بالمباني، فلو كانت في حتة مقطوعة يعني بعيدة وفيها ضر على عرض المرأة أو على أمنها يبقى تمنع لعدم الأمان، لكن الأصل الجواز الشرعي إذا كان في ذلك مأمن أو مع رفقة من أهلها. دي مسألة الزيارة. هو الحقيقة في أخت يعني بعتت سؤال برضو خاص بنفس النقطة، شخصان بتقول إن ابنها توفى من شهرين وهي بتروح تزوره في الأسبوع مرة وبتدعي له، ولما بتروح هناك بتحس براحة نفسية عند القبر يعني، ولكن أحد المشايخ قال لها إن زوارات القبور ده شيء حرام، اللي هو النساء اللي بتزور القبور يعني. فأنت بتأكد شخصان إن هذا الأمر يجوز طالما في أي أمن للمرأة، مظبوط؟ نعم. وبعدين حتى يعني قضية إن هنا عامل آخر، يعني لذلك الأخت السائلة السابقة في بقية سؤالها بقية هل يشعر الميت؟ نعم يشعر، وهناك الآثار والنصوص في أن الميت يشعر بزائره، ولذلك من السنة إذا دخلت المقابر تسلم. لماذا أسلم؟ لأنهم يشعرون السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الأدعية والمطلوب في الدخول. ثم مسألة زيارة الأم لابنها المتوفى ورد فيها حديث صحيح في صحيح البخاري أن امرأة كانت على المقابر وكانت لكن كانت تفعل المحرم شرعا، فقال لها صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، لم يقل لها لا تزوري. فلما فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تكن تعلم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى بيته وصلت إليه معتذرة فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فكان الكلام كله عن الصبر ولم يكن عن زيارة القبر. ولذلك بعض من توسط في المسألة قال لا، الملعون هنا والنهي عن الزيارات المتكررة الكثيرة زوارات المبالغة اللي شغالة كل جمعة كل يعني بلا داعي، إنما لو كان الأمر يسبب راحة نفسية للأم يعني إلى طبعا الميت اللي يكون لسه يعني حديث وفاة بيكون الأثر صعب على النفس صحيح. فإذا اتخذ ذلك من باب الاتعاظ والأثر النفسي للأم لا مانع من ذلك شرعا إذا كانت ستلتزم بالضوابط الشرعية.